احنا وين حاليا؟ احنا في المدينه المقدسه، قريبين جدا بحي النصارى، قريبين جدا على كنيسه القيامه، وكل ما بنفوت على كنيسه القيامه او كنيسه المهد او اي كنيسه بنلاقي في مآذن وفي جوامع. لكن هذه الميزه الموجوده في المدينه المقدسه في بلاد الشام وفي القدس وفي فلسطين انه احنا قريبين جدا على كنيسه القيامه، وفي جنبها باتجاه الجنوب في مئذنه جامع عاليه جدا مسجد عمر بن الخطاب. ليش مسجد عمر بن الخطاب؟ اذا رجعنا للروايه التاريخيه 636 تقريبا لما دخل الاسلام وبدا الاسلام في المدينه المقدسه وتحاصرت المدينه، سفر يونس سلم مفاتيح المدينه المقدسه للمسلمين بفتره عمر بن الخطاب، ودخلوا المسلمين على المدينه وزاروا المدينه وزاروا كنيسه القيامه، وصار وقت الصلاة وقام المؤذن أذن في المدينة المقدسة، فطلب أنه يصلي داخل الكنيسة، قالوا لا بخاف يصير المسلمين يصلوا داخل الكنيسة، فصلى خارج المدينة. ولكن عمر بن الخطاب ما صلاش بهذا المكان بالذات لأنه المدينة ما كانت بهاي التفاصيل. هاي التفاصيل اللي بنشوفها هلأ في المدينة المقدسة بترجع للفترة الصليبية. المدخل الرسمي لتبع الكنيسة كان بطريق خان الزيت، فهناك صلى بهذيك الجهات في جامع صغير بهذيك المكان صلى فيها. لكن هذا المكان امتداد للكنيسة القيامة، هذا المكان برجع للفترة الصليبية. المئذنة الموجودة عندنا هون بنشوف المئذنة، مئذنة مملوكية، والقاعدة تبعيتها بداية برج، لكن الأساسات كلها بترجع للفترة الصليبية. فتم تحويل هذا المكان فترة صلاح الدين الأيوبي أنها تكون جامع عمر بن الخطاب، فصار أنه هذا هو جامع عمر بن الخطاب اللي هو قريب جدا على كنيسة القيامة من المدخل الجنوبي للمدينة المقدسة. وين هذا الموقع كلياته؟ موجود في منتصف المدينة المقدسة اللي هي أقرب مدينة للسماء وللجنة. الجامع قريب جدا على الكنيسة، وكثير الحجاج المسيحيين اللي يفوتوا على الكنيسة سواء في كنيسة المهد أو صفية في الناصرة أو في بلاد الشام كلياتها بيكون في جامع. وهذا التآخي الفلسطيني الموجود داخل المدينة المقدسة عبر آلاف السنين، أكثر من 5000 سنة ظل المجتمع والموروث الثقافي الفلسطيني متوارث موجود. والأساس من هيك كمان بنشوف العهد العمرية. إيش العهد العمرية؟ العهد العمرية إذا نرجع لتفاصيلها، المسلمين وافقوا على العهد العمرية، ما حطوا ولا شرط. الشرط الوحيد اللي حطوه المسلمين المحافظة على أملاكهم ودينهم وطولهم بيدفعوا الجزية، ما حطوا ولا شروط. المسيحية بفترة سفر يونس هم حطوا كل الشروط انه لا يسكنها اي يهودي في داخل المدينه المقدسه بكل تفاصيلها، وزي ما بنشوف الجزء من العهد العمريه موجوده في هذا المكان. المسجد من داخل كل الأساس تبعيته أساس أقواس صليبية، يعني البناء كلياته لكن إعادة استخدام زي ما بنشوف في منافع عاملة لخدمة المصلين، والجوة كمان الساحات داخل القاعة كثير كبيرة. وبالنسبة لكمان البرج الموجود فيها هي المئذنة، المئذنة من أحد أهم المآذن. طبعا كيف بنعرف المآذن؟ أغلبية المآذن عندنا في بلاد الشام كلها مملوكية. الأيوبيين كان عملية تحرير وإعادة استخدام المواقع كلياتها، ما كان في عملية بناء ضخمة. المماليك هم اللي أعادوا بناء كل المدينة المقدسة، وكان الإنتاج المعرفي والثقافي والتراثي كله من المماليك. حتى كمان بالفترة العثمانية ما عملوش شيء في المدينة المقدسة، هي عملية ترميم، إعادة بناء سور، إعادة بناء ترقيع مسجد قبة الصخرة أو المسجد الأقصى أو هيك شغلات. الله أكبر.
طبعا حاليا الجامع تدير الاوقاف الاسلاميه في مدينه القدس كلياتها، فهو تحت رعايه الاوقاف الاسلاميه، في الحرس وفي السدن وفي المؤذن والخدمات الموجوده فيها. طبعا كل واحد بيجي على المسجد يعني يفضل لو حط له مبلغ قليل جدا شاقل كنعاني، لو حطه بس بالحصاله انه هيك يعني زي الصدقة عن أهله، إنه يقدم هاي الخدمات البسيطة جدا للجامع. طبعا هو تحت رعاية وإدارة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة، جامع عمر بن الخطاب. طبعا في عنا كثير جوامع، هلاك كثير في جوامع في بلاد الشام وفي فلسطين يسموها عمر بن الخطاب، نسبة لأنه عمر بن الخطاب هو أول واحد فتح المدينة بلاد الشام كلياتها، زي الموجود في بيت لحم أو زي الموجود في بلاد الشام أو حتى بالقدس عنا جامع عمر الكبير جامع عمر الصغير، بس كلياتها نسبة عمر بن الخطاب. الجامع قريب جدا على المدخل من حارة النصارى، طبعا هو يقع في حارة النصارى فهو قريب جدا على كنيسة الأيامة، من أي مدخل بتفوت فيه إذا هو دخلت من باب الخيل ولا من باب العمود واتجاهك جاية على كنيسة القيامة بتلاقي الجامع موجود في منتصف المكان، بيخدم كل الحجاج وكل المسيحيين، كل الحجاج وكل المسلمين اللي بيجوا على المدينة المقدسة. طبعا الحجاج المسيحيين بعض المرات بحاولوا يتعرفوا وبيعرفوا، طبعا المسيحيين الشرقيين بيعرفوا كل التفاصيل هاي، المسيحيين الأوروبيين ما بيعرفوا التفاصيل هاي كلياتها إنه كيف كان الإسلام كان موجود وما زال، وكل الناس عاشت بظل الإسلام يعني حتى بفترة الأندلس أو بفترة التاريخية كليات المدينة المقدسة. فهذا أحد أهم الجوامع الموجودة في المدينة المقدسة، جامع عمر بن الخطاب لما دخل على المدينة المقدسة تقريبا 636 أو 638 على المدينة المقدسة. هلا اذا رجعنا لفتره الخلفاء الراشدين بعد سيدنا عمر، بعد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اجى ابو بكر الصديق، وبعدين كان الخليفه الثاني اللي هو عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب كان الخليفه الثاني، طبعا هم اربع خلفاء، فالخليفه الثاني عمر بن الخطاب هو اللي تقريبا فتح بلاد الشام كلياتها. طبعا بعد ما وصل عمر بن الخطاب على المدينه المقدسه وزار كنيسه القيامة ورفض يصلي فيها، وتم اعتماد هذا المكان انه هو المكان المفترض وين صلى عمر بن الخطاب زي ما حكيت، لكن هو بالمكان الثاني، طلب من سفر يونس انه يفرجيه وين مكان المعراج، فاخذه على وين المكان المفترض وين صار المعراج. يعني المسيحي سفر يونس اخذ سيدنا عمر بن الخطاب على صخره المعراج وفرجاه صخره المعراج. كمان لازم نطلع على الشواهد اللي كتبوا كمان العهد العمرية خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، هم اللي كانوا شاهدين على هذه العهدة العمرية اللي كتبوها المسيحية ووقعوا عليها المسلمين، والمحافظة على أملاكهم على دينهم على ذممهم طول ما هم بيدفعوا الجزية. Thank you.